وصلنا لمساحتنا الطبية ميسان، ورح نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم، عن آخر الأبحاث والدراسات حول فيروس كورونا وعلاقته بمرض السكري. كتير من التساؤلات حول هالمرض، لأنه دائما كان الحديث عن أنه هن أكثر عرضة للإصابة بهالفيروس. شو العلاجات المتبعة وآخر الدراسات حول استخدام الإنسولين؟ كل هالتفاصيل رح يخبرنا عنها الدكتور زياد زودة، الاستشاري بالغدد الصم والسكري. يسعد صباحك دكتور. أهلين زينب، صباح أهلا النور. وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. دكتور، يمكن دائما مريض السكري بيكون متوسوس وعنده ألف فكرة أنه أنا معي سكري ما بقدر أعمل هيك، لأنه معي سكري ما بقدر أعمل هيك لأنه معي سكري. اليوم إلى أي حد هو مريض السكري بيكون خايف من فيروس كورونا، وإلى أي حد فعلا لازم أنه هو يخاف من فيروس كورونا؟ نقول لكل المشاهدين أنه بس يكون السكر مضبوط بنعيش حياتنا بشكل كتير منيح. وقت نقول السكر مضبوط، بده يكون السكر على الريق عند الإنسان عنده سكري تحت 120 ميلي جرام. نعم. السكر بعد الطعام ساعتين تحت 160 ميلي جرام، ومخزون السكر اللي هو الخضاب السكري تحت 7%. نعم. بدها تتوفر هالثلاث شروط لحتى نقول سكرنا مضبوط. أهم شيء نحن نعدد وجبات الطعام، ما ناكل وجبة كبيرة ولا نضل فترة طويلة بلا أكل، لأن نحن مخزون الإنسولين عندنا هو ضعيف، وبالتالي كل ما أكلنا وجبة كبيرة بعد صيام طويل رح يرتفع السكر كتير بعد الطعام، وبأثناء الفترات اللي بدون طعام رح ينبت السكر. بيقولوا صار معي هبوط سكر، وبالتالي نحن بصير عندنا مشاكل أو ارتفاع السكر نفس الشيء. كل إنسان سكره ظابط أموره بخير أكثر بكتير من سكر غير المضبوط، بس وقت يكون سكرنا ما هو ظابط إحنا معرضين أكثر من غيرنا، مناعتنا بتكون أضعف، وبالتالي أي إنفكشن، أي إنتان فيروسي أو جرثومي أو فطري رح يجي لعنا بسرعة أكثر. هي شغلة مهمة كتير. نعم دكتور. طيب بما أنه نحن بحالة استثنائية هالسنة كلها كانت عبارة عن فيروس كورونا، وهلأ في يمكن سلالة متطورة منه، عم نلاحظ أو عم نسمع أنه أغلب مرضى السكري عم تتأزم حالتهم. في كتير معتقدات خاطئة، منهم عم ياخذوا كمان الأدوية معينة أو فيتامينات معينة بدون استشارة الطبيب، ما عم يؤدي ل كمان تدهور الحالة. شو العمل إذا اليوم تعرض مصاب السكري لنوع إذا كان نوع من أنواع فيروس كورونا لو كان خفيف بداية؟ إحنا غالباً زينب بس نصاب المريض السكري بفيروس كورونا في عدة علاجات مطروحة، وخاصة إذا في عنا ارتشاحات صدرية بنعطي مشتقات الكورتيزون. نعرف إحنا مشتقات الكورتيزون ترفع السكر، بالتالي لازم نحن نوقف المعالجة الفموية. لو كان إنسان سكره ظابط عم ياخد حبوب سكره ظابط، لازم هون بهالمرحلة توقف الأدوية الفموية، بس طبعا بإشراف طبيبه ونعطي إنسولين. هلأ في تخوف كتير من أعطاء الإنسولين، دكتور أنا إذا أخذت الإنسولين بتعود عليه ما بدي أخذ إنسولين. إحنا بنقول لكل مشاهدينا الحامل تأخذ 9 أشهر إنسولين، بتكون هي قبل ما تحبل أمورها ظابطة على الحب، بس لأنه الإنسولين آمن للجنين نعطيها 9 أشهر إنسولين، بتولد من رجع على الحب. ويوميا عنا حالات ناس كانوا عم ياخذوا إنسولين ووقفنا لهم الإنسولين. ما في شيء اسمه تعود على الإنسولين، بس ليش هالاعتقاد راسخ بذهن مرضانا؟ لأنه هن بينتظروا للحظة الأخيرة، أنا ما بدي حتى بغياب الفيروس كورونا، حتى مخزون جسمه من الإنسولين يصير معدوم، نعطيهم وقت إنسولين بس يوقفوا بيرجع بيطلع السكر مثل قبل ما ياخذوا. هيك هذا مو اعتياد، لانه اصلا جسمهم ما عاد في كميه انسولين وادينا بالانسولين. الانسولين بالعكس الرياضيين بياخذوه لحتى يقوي عضلاتهم. احنا هون ما عم نحمس اعطاء الانسولين عند الناس الغير محتاجين له، بس احنا عم بيقولوا الدكتور الانسولين بيضرب العظم، الانسولين بيضرب العضلات، الانسولين ما بيضرب شيء، الانسولين بيقوينا اذا كنا نحن بحاجه له. هي شغله كثير مهمه، بس احنا لازم نعرف نوع الانسولين اللي ناخده، كميه الانسولين اللي ناخدها، وايمت بدنا ناخده. هلا في احنا غير الانسولين العادي المختلط اللي موجود بالعالم من اكثر من 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 100 سنه، في انسولينات موجوده اسمها انالوج او مماثله. هي موجوده من 26 سنه، من سنه 95، احنا ب 2021 لازم نعطيها. شو دورها هي الادويه؟ هي ميسان بتقلد
الانسولينات الطبيعيه عند الانسان اللي ما عنده سكري. احنا حتى عند الاطفال اذا عنده سكري نمط اول لازم نبدا له بالانالوج. الانسولينات العاديه التغت بالعالم من 26 سنه، بس احنا بعدنا عم نعطيها الانسولينات المختلطه لانه سعرها رخيص. بس وتكون في حاله مثل حاله الكورونا، حاله انفكشن او حال، لازم نشتغل بالانسولينات الحديثه وموجوده ببلادنا واستيراد نظامي. يعني انسولين مديد تركيبه جلارجين او تركيبه ديتامير، انا عم اقول هون الاسماء العلميه وليس التجاريه. في عندنا انسولين فائق السرعه بنعطيه قبل كل وجبه من الوجبات، والانسولين المديد بنعطيه مره واحده ب 24 ساعه. مراقب السكر قبل الطعام مباشره وبعد الطعام بساعتين، وبنعدل جرعه الانسولين اما هاد واما هاد تبعا لاستشاره الطبيب. طيب دكتور، بما انه عم نحكي عن اخر الدراسات والابحاث وخاصه باعطاء الانسولين، لانه كثير لهلا في للاسف يمكن اخطاء شائعه بهذا الموضوع، خلينا نحكي هل في شيء جديد بهذا الموضوع ان كان غير الانسولين، انه كان له نوع ثاني ما وصل لعنا على سوريا، وخاصه انه هلا عم نشوف انه حتى الادويه تبع مرضى السكري كمان غلت، يعني لسه في شيء ابر ولا حب ولا حسب الحاله بتعطيه ولا حسب ما متوفر ماديا عنده؟ هلا هو حسب ما، لا هلا كله متوفر عنا، يعني انواع الانسولين الجديده متوفره عنا. هلا سعرها غالي نسبيا، بس اذا قارنا مع اسعار كل شيء موجود عندنا بالبلد لسوء الحظ نحن بسبب الحصار علينا وبسبب الازمه اللي عم نمر فيها وبسبب الحرب علينا ارتفعت الاسعار كليا، ارتفعت الاسعار كلها. بس اذا بنقارن يعني مع سعر باقي الامور سعرها مقبول، بس نحن اذا بمرحله معينه نحن داخلين بحاله انتان حاد، هون ما عندنا وقت نضوعه، بدنا نشتغل بالانسولينات الحديثه. هي كثير مهمه، طفل عنده سكر لو ما عنده كورونا لازم هون يطلع، لانه بيحتاج لكميه انسولين ضئيله طفل. نحن كل ما اخذنا اكثر كل ما تكلفنا اكثر، صحيح، لانه هي حسب عدد الوحدات اللي بناخذها. عند الطفل هون ما لازم نناقش، لازم نعطي الانسولينات الحديثه، لانه نحن الانسولين غير المضبوط بيأذي العين، بيأذي الكليه، بيأذي الكبد، من يعني من المشاكل والاختلاطات اللي بتصير معنا مستقبلا كثير صعبه اذا كان سكرنا غير مضبوط، وندفع الثمن بعدين. انا بزعل كثير وقت يجيني واحد حاطط باكيت دخان بجيبته، قديش حق باكيت ارخص باكيت دخان حق 1000 ليره، عم يدفع 2000 ليره بالنهار عم يحرق جيبته ويحرق صحته، وبنفس الوقت دكتور بدنا بدك هالدواء، ما عندي امكانيه تاخذ هالدواء. لا عندك امكانيه، وقف الدخان وعندك امكانيه وجيب دواء. تماما دكتور، يعني هل مريض السكري اللي ينصاب بالكورونا عنده ادويه خاصه، او هو بيتعالج بنفس الادويه اللي بيتعالجوا فيها كل مرضى الكورونا؟ في ادويه يمنع انه ياخذها؟ ميسان، نحن الميتفورمين هذا كمان دواء كثير شائع ومنعطيه من زمان باسماء تجاريه مختلفه، بيساعدنا على ضبط السكر. طبعا اذا كانت وظائف الكليه والكبد طبيعيه، وقت ينصاب بالكورونا بصير شهيته ضعيفه، وبصير جسمنا الكليه والكبد كلهم شوي وظائفهم على الحد، بدنا نوقف الميتفورمين. هي شغله كثير مهمه، هي اول معلومه، هي اول معلومه. حتى الجليبتين، يعني في ادويه كثير بنعطيها، حتى في انواع من الادويه بتنزل السكر بالبول بتضبط السكر بالدم، هي كمان بتاثر عند مريض الكورونا بحاله الانفكشن بحاله الحاده، هيدا توقف. شو هي تاثيراتها دكتور؟ اليه عملها ميسان انه بتطرح السكر بالبول، بصير في عندنا بدنا نحن نشرب كميه مي كفايه، وبتعمل اوقات اضطرابات شارديه. هلا بالحاله العاديه ما في مشكله، بس بحاله الانفكشن مشكله. هون بدنا نحن نعطي شيء امن بيقوينا، يقوي شهيتنا، لهيك بنتوجه ويقوي مناعتنا. يعني الانسولين بيقوي المناعه. انا بضل بقول الرياضيين بياخذوا انسولين بدون ما نحن نقول لهم، انه الانسولين باني للعضلات، باني للعظم. وبالنسبه للفيتامينات بيضلوا بيقدروا ياخذوها طبعا مرضى الكورونا بشكل مانع. عام، بس الفيتامينات لهلا وتكون مدروسه، ما في شيء مثبت انه هي بتساعدنا. ما في دواء لهلا للكورونا بيفيد، يعني عالميا عم بحكي. انا رجعت طبعاً من جمعه الاحد الماضي، رجعت من باريس، ما في دواء بيقضي للكورونا هو فيروس، ولهلا لسه ما في دواء بيقضي عليه. نحن كل ما كانت مناعتنا اقوى كل ما كانت امورنا بخير اكثر. نحن دائما بدنا نكون قبل نحضر حالنا، صحيح، ناكل اكل صحي، نبعد عن الوجبات السريعه، عن الفاست فود، عن المعجنات،
الشاورما هي كلها ما يعني بنعبي بطننا بس بدون فيتامينات بقلبها. اكيد دكتور، بما انه عم نحكي عن يمكن خطوره مرض السكري وضبطه وخاصه بهي الحاله اللي نحن فيها، السكر الشبابي كمان اليوم قد ايه مهم الشباب كمان يحافظوا على نمط غذائي صحي؟ عم نشوف انه بياكلوا مثلا هالحلو بياخذوا حبه ضبط السكر انه خلص مشيت الامور، قد ايه غلط هذا الشيء؟ هلا اول شيء نحن كل ما بدي السكر على عمر اصغر كل ما رافقنا لعمر اطول. اطول تماما. وكل ما طالت فتره السكري كل ما عندنا ازيات اكثر عند السكري غير المضبوط. تماما. هي شغله كثير مهمه، انا بتذكر سيده عمرها فوق 90 سنه يعني ضل كان معها سكر وهي سكري شبابي ولاخر يوم بحياتها كانت امورها بألف خير لان كانت ضابطة حالة. بقى نحن كثير بدنا نهتم بهالموضوع، كل ما كان طعامنا صحي وكل ما نحن ركزنا على الخضار الطازجة الموسمية، على الفواكه الطازجة الموسمية، هي شغلة كثير مهمة، ودائما نبدا وجبتنا بخضار، مثلا تبولة، طبقنا الرئيسي، نكتر فيه الخضرة، ناكل تبولة مع الخس مع الملفوف، نعمل محاشي ألونجي، بعدين ناكل الطبق الرئيسي، ونحن دائما أولادنا بيقلدونا شو بناكل نحن؟ بياكلوا. هن بياكلوا. صحيح. هي شغلة كثير مهمة. وناخذ الانواع الانسولينات الجيده طبعا باستشاره طبيبنا، لانه عم نشوف الاعداد عم تتزايد بمرض السكري حتى باعمار صغيره للاسف، يعني غلط شباب عن جد لانه نحن عم يزيد وزننا. نحن شو بصير عندنا كميه انسولين محدده عم تتوزع على الكيلوغرامات اللي بجسمنا، كل ما زاد وزننا كل ما نحن بحاجه لكميه انسولين اكبر، وبالتالي وتزيد الوزن غير المشاكل انه بيزيل المفاصل وبيطلع كرشنا وبيتغير شكلنا بشكل ما حلو، وحتى بصير تسدي اوقات عند الرجال يعني عم نشوف الكوليسترول كمان عند الشباب عم نشوفه بشكل كثير كبير مرتفع نتيجه نمط الحياه الغذائي الغير صحي اليومي. يعني نحن الستايل اوف لايف كثير بياثر نمط حياتنا له علاقه كثير بكل شيء. هلا بدنا نروح نعمل رياضه انا زينا دكتور اكلنا ورياضتنا، يعني هي شغله كثير مهمه. وبعدين نحن المود تبعنا كل ما كنا هيك ريلاكس كل شيء ظابط عندنا بالبلد، اي كثير الحمد لله كل شيء كلياتنا ريلاكس كثير مرتاحين، ليك الشمس ما احلاها مثلا منيح في شمس اليوم. دكتور، بما انه عم نحكي عن الانسولين كثير عم نسمع انه له علاقه بزياده الوزن وبتخفيض الوزن، خلينا نحكي هي المعلومه، الانسولين شو دوره بالجسم؟ كيف بيزيد الوزن؟ كيف بينقص الوزن؟ يعني العالم كيف يستفيد من هالمعلومة؟ في شغلات مغلوطة. سؤال كثير مهم زينب. نحن بحاجة للإنسولين لحتى نعيش الكمية المحددة. كنتي عم بتقولي بسؤالك سابق بناكل أكثر ونعطي إنسولين أكثر. نحن إذا انتبهنا لنوع طعامنا وليس كمية الطعام، كل ما كان نوع طعامنا فقير بالحريرات بس غني بالفيتامينات وغني بالألياف، نحن ما بحاجة لكميات إنسولين كبيرة وبالتالي ما رح يزيد وزننا. يعني احنا وقت عم نقول الانسولين بزود الوزن كون نحن بايدنا عم ناكل اكلات بدها انسولين اكثر حتى ينضبط سكرنا، وبالتالي الحريرات بدها تتخزن بجسمنا ويصير عندنا زياده وزن. بقى نحن بنتهم الانسولين انه هو وانواع الانسولينات الجيده اللي عم بحكي عليها الانالوج الممثلات ما بتزود الوزن، على شرط يكون نمط الغذاء غذائنا صحي. تمام. دكتور، يمكن بعيدا شوي عن الانسولين، اليوم الاطفال هن كمان كثير معرضين لمرض السكري، وعم نشوف السمنه الزائده عند الاطفال خصيصا يمكن اكثر من الشباب نتيجه النمط الغذائي اللي اهلهم فارضينهم عليه، او تبع روح اقعد على الموبايل وحط هالشيبس جنبك تسلى فيه. اليوم الاطفال اللي معرضين لمرض السكري بشكل كثير كبير، كيف بيتم التعامل معهم في حال اصيبوا بمرض السكري؟ اول شيء بدنا نقول ميسان انه السكري عند الاطفال هو اغلبه ما هو وراثي. هي شغله كثير مهمه. بعدين ما في سكري هو شيء خاطئ انه بنفكر فيه هو السكري بيجي على الكبار، هو العامل الوراثي بيلعب فيه، يعني 50% بيصير عند الكبار، يعني اذا في الاب او الام معه سكر احتمال يصير عند الاولاد هو 50% طبعا وقت يكبروا. بس نحن عم نشوف سكري نمط ثاني عند اطفال. نعم. هل ما كنا نشوفه بالاول بس يزيد وزننا عم يصير عندنا سكري نمط ثاني ما كنا نشوفه غير بعد الأربعين بالاول، هلا عم نشوفه عند شباب وصبايا انا عم يزيد وزنه. بينما وكمان بدنا نقول شغله معلومه كثير مهمه، ما بيجي سكر على زعل ولا بيجي على رعبه ولا بيجي على خوف، هذا بدنا نقول للكل. دكتور انا مو وراثي، جاني على رعبه، ارتعبت رعبه غير شكل،
ما في سوري ما ارتعب وما في سوري ما اكل هواء خلال العشر سنين. خلينا نقيمها من ذهننا هي القصة. السكري بيجي لانه نحن عندنا استعداد بالوراثة وعندنا نمط حياة خاطئ. كل ما كان نمط حياتنا جيد كل ما اخرنا احتمال يصير معنا سكر، كل ما كان نمط حياتنا سيء كل ما بكرنا يصير معنا سكر. هلا احنا كمان كل ما جبنا وجبات سريعه اكثر فيها سعرات حراريه اكثر. الفاست فود هي مثل ما قلنا غنيه بالحرارات بس فقيره بالفيتامينات والمعادن، بنعبي بطننا بس بدون اي شيء، ندفع مصاري اكثر بس دون اي شيء. فالاطفال عن طريق هي المواضيع هن معرضين وليس عن طريق الوراثه. الوراثه مثل ما قلنا عند الاطفال هي عامل صغير. الا اذا كان في زواج اقارب والاب والام معه سكر والجد والخال معه سكر، هي بصير. نحن كمان فينا نقول لكل مشاهدينا انه قد ما فيكم زواج الاقارب بعده هلا بسوء الحظ ببلادنا شائع وشغله ما كثير منيحه. اكيد دكتور. طيب بما انه نحن هلا بحاله هيك وباء اسمه فيروس كورونا، بغض النظر عن الاجراءات الاحتياطي، مرضى السكري خاصه شو ممكن النصائح اللي بتعطيهم اياها بما يتعلق بهي الاجراءات غير اجراءات النظافه، هي اجراءات حتى تعزيز مناعتهم؟ بدنا نرجع ناكد على نمط حياه صحي. الموسيقى إنها كنا عم نحكي على المزاج وعلى النفسيه قديش بتلعب دور. طبعا كل ما كان نحن حتى بالبيت نحط موسيقى، نعمل رقص شرقي اذا ما عم بيطلع بي مثلا هلا بسبب الكورونا ما عم نروح على النوادي، نعمل رقص شرقي بالبيت، ننط ني اذا يعني في شيء، حتى ما كمان يعني هي شغله كثير مهمه، مجهود بدني لازم تفريغ الطاقه. وجبه الفطور اهم وجبه بالنهار، ما نبعت ابننا او بنتنا على المدرسه بدون ما ياكلوا. صح. وما بدنا ياكلوا كرواسون، يعني هي شغله كثير سيئه، زيت وزعتر عجينه و... يعني شو ما اكلنا بالبيت بضل في شيء في فائدة أكثر. الزيت في شيء كثير مواد، في أوميغا، في شغلات كثير مهمة. يعني يمكن إذا نرجع للقديم والنمط اللي كانوا أهلنا يتبعوه كان صحي أكثر من هلأ بكثير. طبعا. ويمكن كانت نسبة الأمراض أقل بكثير بكثير دكتور من وقتنا الحالي. طبعا طبعا. يعني بنتشكرك كثير نحن دكتور، كثير معلومات قيمة قدمت لنا إياها. بنتمنى إنه الكل يضل بصحة وبسلامة وبخير يا رب، وياخذوا هاي المعلومات لأنه صحتنا يعني أمانة برقبتنا نحن، انه نحن نحافظ على حالنا وعلى جسمنا وعلى صحتنا. اكيد دكتور، شكرا لوجودك معنا. بتحب تحكي شيء؟ شكرا ميسان، شكرا زينب. بس بدي في سيده كثير هيك قلبي معها، بدي اقول لها لام عيسى انه انا قلبي معك ولحسام، وان شاء الله هيك امورنا كلها بتكون بالف خير. ان شاء الله يا رب يا رب. السلامه لهم والصحه دائما، ولك دكتور. ودائما بنقول مرض السكري هو شريك للمريض، لازم يصادقه حتى يتعايش معه. ما هيك؟